مشاهدينا الكرام، مع مراسم تتويج النادي الاهلي وتتويج الدوري الممتاز للكره الطائره موسم 22-23، مبروك طبعا فوز النادي الاهلي والمركز الثاني نادي الزمالك والمركز الثالث نادي سبورتنج. طبعا قدام حضراتكم معالي الوزير كابتن او الاستاذ العمري فاروق، وجنبي كابتن وائل انديل عضو مجلس اداره نادي الاتحاد. وبدايه مع نادي سبورتنج لتتويجه بالمركز الثالث، ميداليات المركز الثالث، اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري متواجدين، كابتن كلهم متواجدين في قلب الصاله للتتويج. نادي سبورتنج مبروك طبعا المركز الثالث، نادي سبورتنج كان العام الماضي كان في المركز الثاني، نادي الزمالك العام الماضي كان في المركز الرابع. كابتن حسن عابد، كابتن احمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بالنادي الزمالك، اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، كابتن عمرو فاروق، وموجود اصلا ايضا الدكتور محمد سراج والاستاذ محمد الضماطي. هو والله الكريم القديم النادي الاهلي حقيقه يعني قدم مباراه رائعه بالكتيبه كامله، بالمديرين بالجهاز الفني باللعيبه، ومبروك لمجلس اداره النادي الاهلي الفوز بالبطوله هذا العام او الحفاظ على البطوله هذا العام. خلاص يبقى جاهز دي اللقاءات الثانيه شولدر ثاني شولدر. ما زال فريق نادي سبورتنج بيتسلم ميداليات المركز الثالث. في انتظار بقية التتويج، ادي نادي سبورتنج والمركز الثالث مبروك، ثم يصعد نادي الزمالك للتتويج بالمركز الثاني والميدالية الفضية، طبعا ميدالية برونزية للمركز الثالث. تتويج نادي الزمالك لاعبات نادي الزمالك حقيقة يعني عملوا مباراة جيدة قدام النادي الأهلي، وفي الأخير استطاع النادي الأهلي أنه يتغلب على نادي الزمالك في الماراثون الثلاثي للبيست اوف 3 البلاي اوف في هذا الموسم. مباراة أولى كانت لصالح النادي الزمالك، والمباراة الثانية والثالثة لصالح النادي الأهلي بنتيجتين 3-2 و3-1. في انتظار البطل، بطل موسم 22-23 نادي الأهلي لتتويجه بالميداليات الذهبية و درع الدوري العام هذا الموسم. الحفاظ طبعا على الدرع، هارد لك لنادي الزمالك، مباراة قوية مباراة جيدة، لكن في الأخير انتصر البطل.